لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، كتاب الحج. طبعا أنا جبتش الكتاب لأن الأجزاء اللي الواحد أو الكم إجماع دول ما لقيتش فيهم خلافات خالص، بالتالي ما كانش فيهم تعليقات يعني، فإحنا هنشرحوا الإجماعات وخلاص. بيقول أجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. أجمعوا على أن الرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، ده فرع على إجماعهم على أن المرأة لا يحل لها الخروج بغير إذن زوجها. من ضمن الخروج ده الخروج لحج التطوع، وحج التطوع هو كل حج دون الحجة الأولى عقب التكليف أو حج النذر. حج التطوع اللي هو مش حج فرض. طب إيه حج الفريضة؟ حج الفريضة اللي هي الحجة الأولى بعد التكليف بعد البلوغ، وحج النذر واحد نظر إن هو يحج، هي حاجة تجب على الإنسان إذا نظرها. أنا نظرت على نفسي حاجة أصبحت فريضة واجبة عليا، فإذا فرض الإنسان إذا نظر الإنسان أن يحج صار حج فريضة. بيقول واجمع على أن على المرء في عمره حجة واحدة وهي حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به. بيقول أجمع أن الإنسان يجب عليه حجة واحدة وهي حجة الإسلام، أما ما سوى ذلك لا يجب عليه إلا أن يكون نذر. بعض أهل العلم بيقول إن هو في أول الإسلام كان الواجب الحج مرة كل 5 سنين، لكن الكلام ده ليس عليه دليل. بعضهم بيقول باستحباب الحج كل 5 سنين والحديث فيه ضعيف. وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت. في كم نقاط رجالة؟ هي المواقيت الأول، مش خدتوا الحج مع الشيخ محمد سعد ولا إيه؟ هي المواقيت المكان اللي لا يجوز الإنسان أن يتجاوزه بلا إحرام ويستحب الإحرام عنده. ماشي خلاص. طب إيه هي بقى المواقيت ديت بقى؟ إيه هي الأماكن دي بتاع مين؟ طب هو في كم ميقات؟ طيب 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7؟ ها اللي عليهم الإجماع دول 5 مواقيت، إن عليهم الإجماع دول 5 مواقيت. بيقول إن هم أجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في المواقيت 3 أحاديث. الحديث الأول اللي هو اللي عليه الإجماع اللي مذكور تحت في الهامش عندكم، حديث ابن عباس متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه المواقيت 5. وحديث آخر صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم زود لأهل العراق ميقات. وحديث ثالث في العمرة، في الميقات في العمرة. خد الكلام اللي انتوا خدتوه في الحج بس يا جدعنة هنقوله لكم، اكتبوا بيت الشعر ده عشان تحفظوا بيه المواقيت. عرق العراقي يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة
جحفة جيم حرف ت مربوطة، إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاتزني. قرن، قرن مكان اسمه قرن، فاتزن ده عشان يكمل بيت الشعر، اتزن يعني اظبط نفسك يعني. تقريبا كان قاعد بيقول له بيت الشعر كان قاعد مش مظبوط ولا حاجة. عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاتزني. فتزن فاعل أمر منصوب بالسكون، مجزوم بالسكون، والكسرة للضرورة الشعرية، كسر آخره للضرورة الشعرية. خلاص دول كام قط عنده كده؟ عرق العراق ادي واحد، يلملم اليمني ادي اتنين، وبذي الحليفة، وبذي الحليفة ادي تلاتة، يحرم المدني، والشام جحفة أربعة، ولأهل نجد قرن. يبقى كان عندنا كام نقاط؟ خمسة. أول نقاط عرق، هو اسمه ذات عرق، ذات عرق ده الميقات بتاع أهل العراق واللي جايين من الجهة بتاعتهم، اللي جايين من نفس الجهة بتاعت العراق أو جايين من جهة تانية لكن هيعدوا على ذات عرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن. عرق العراق، يبقى العراق المقاد بتاعها ذات عرق. اليمن المقاد بتاعها هي لملم، وذي الحليفة ده مقاد أهل المدينة. ذي الحليفة النهاردة مهجورة، مدينة مهجورة، مكانها مدينة اسمها أبيار علي. ليه بيحرم منها أهل المدينة واللي بيعدي عليهم؟ معظم المصريين لما بيروحوا عمرة بيروحوا الأول على المدينة، فبيروح على المدينة بيعمل الزيارات، بيروح يزور الحرم النبوي، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارات بقى واحد الحتت ديت، وبعد كده بيروح مكة عشان الحجة أو العمرة. فكده هو هيروح مكة منين؟ من المدينة. يبقى هيحرم منين؟ من المفروض ذي الحليفة، بس هي مهجورة دلوقتي، اللي مكانها اللي هي مدينة ممكن تروح تحرم منها اللي هي أبيار علي. خلاص. الشام نقاطها الجحفة، وده المفروض ده نقاط مصر والشام. المصريين والشاميين لما يجوا يطلعوا على مكة بيعدوا على الجحفة، ده نقاط أهل مصر والشام. الجحفة ديت النبي صلى الله عليه وسلم دعا إن تنتقل إليها حمى المدينة. النبي أول لما هاجر من مكة للمدينة، المدينة كانت مدينة موبوءة، كان فيها وباء، اي واحد من اهل من غير اهل المدينه يروح يسكن في المدينه يمرض واحيانا يموت. ابو النبي صلى الله عليه وسلم مرض بسبب الوباء بتاع المدينه ومات، وام النبي صلى الله عليه وسلم مرضت وهي راجعه ماتت في الابواء. اول لما الصحابه هاجروا للمدينه اصابهم مرض شديد جدا بسبب الحمى بتاعت المدينه، هي الجو بتاعها موبوء مفيش حد يستحمله الا الناس اللي اتولدوا وتربوا فيه اللي هم اهل المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المدينة أصاب أصحابه الوباء الشديد جدا، حتى إن أبو بكر وسيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال كانوا بيحتضروا، يعني كان ناس وصل بيهم المرض إن هم كادوا إن هم يحتضروا، وسيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه مات بسبب الحمى ديت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هاجروا الأول وبعد كده النبي راح وراهم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى أحوال الصحابة وشق عليهم جدا الوجود في المدينة، طبعا هو كان قاعد في مكة، كان قاعدين في مكة هاجروا وسابوا ديارهم وأموالهم، دي في حد ذاتها صعوبة ومشقة، إن أنت قاعد هنا في بيتك فجأة أقول لك روح اقعد في الصعيد، هتروح الصعيد لا لك أرض ولا لك شغلانة ولا لك معارف ولا لك أي حاجة،
فالصحابة كلهم هاجروا من مكة المدينة، فدي مشقة. فوق المشقة دي راحوا لقوا عيا ومرض، ومنهم ناس بقت تموت بسبب الحمى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة ورأى ما أصاب أصحابه، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر المدينة عمل إيه؟ بنى المسجد وبنى البيوت بتاعت الصحابة. الصحابة كانوا أضياف على الأنصار، لحد ما النبي راح مكة قال خلاص بقى كل واحد يبدأ يبني له بيتا، خلاص بقى الضيافة بتاعت الأنصار كده انتهت. فالناس مهاجرين وعيانين، وفي نفس الوقت بيبنوا مسجد وبيبنوا لنفسهم بيوت، وبعد كده هيطلعوا الغزوات والجهاد. فكان مشقة شديدة جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا سبحانه وتعالى، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد حبا، وانقل وباءها إلى الجحفة. الوباء اللي موجود فيها انقله إلى الجحفة. فانتقل الوباء إلى الجحفة فخربت. الوباء كان موجود في المدينة وكانت عمرانة، أما الوباء انتقل فعلا للجحفة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الجحفة ما قدروش يستحملوا، كانوا مشركين، فهاجروا منها وراحوا استقروا في مدينة اسمها رابغ. النهاردة النقاط بتاع الشام ومصر في مدينة رابغ ديت. الحدوث دي كلها عشان نقول لكم إن النقاط دلوقتي في رابغ. كان من ضمن الفوائد إن ربنا جعل الحمى شهادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني دعوت ربي أن يحبب إلينا المدينة وأن ينقل حماها إلى الجحفة، فانتقلت وجعلها الله لأمتي شهادة وكانت على من قبلكم عذاب. قبل كده كان الحمى والطاعون بينزل على الأمم عذاب، فأمة الإسلام بينزل عليهم شهادة من ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو عذاب ويخشوا بالنار، احنا عذاب لكن بنخش بالجنة، بيبقى بالنسبة لنا شهادة. المهم دول كم نقاط بقى؟ الناس اللي جوه النقاط يعملوا ايه؟ يعني انا ساكن في مكة، المدن دي لو مكة عاملة كده، المواقيت ديت حوالين مكة كده، فاللي جاي من بره بيعدي عليها، فما بيوصل عندها بيحرم وبعدين يخش مكة وهو محرم. طب اللي جوه المواقيت ديت يطلع للميقات ولا يعمل ايه؟ اللي عارف يرفع ايديه عشان الكلام بفلوس دلوقتي. اتفضل يا شيخ. شيخ العمر شيخ يطلع على اقرب مكان يحل يحرم منه. ايوه جزاك الله خير. ايوه كده، ده كده الكلام مظبوط. هيختلف الناس اللي قاعدين جوه الحل، اللي قاعدين جوه الميقات دون الميقات، دول هيختلف من الحج والعمره. الحج هيبقى لهم ميقات والعمره لهم ميقات. في الحج ميقاتهم من بيوتهم، اما في العمره فالميقات بتاعهم ان هو يطلع على اقرب ميقات من المواقيت دي ليه، ينقي اي ميقات من دول ويطلع يحرم، يحرم منه، او ان هو يخرج لادنى الحل. يعني ايه ادنى الحل بقى؟ ماشي جزاك الله خيرا، بس ايه ادنى، ايه الفرق بين ادنى الحل وبين المواقيت؟ من جوه ولا من بره؟ ومن جوه يبقى اخر حاجه فيه، من بره هيبقى اول حاجه فيه. المهم يعني ايه الفرق بين الحل وبين الميقات، بين ادنى الحل وبين الميقات؟ اتفضل. هو ايه الحل ده اصلا؟ يعني ايه الحل؟ لا ما احنا قلنا الميقات عيب. الميقات ديت مدن اللي رايح يحج ويعتمر قبل ما يخش مكة بيعدي عليها، أول لما يعدي عليها يقول بقى لبيك اللهم حجا لبيك عمرة، ويبدأ بقى إيه محظورات الإحرام تنطبق عليه. المكان الذي لا يجوز للإنسان الجواز بدون إحرام. يعني يبدأ من عنده مناسك الحج والعمرة. أيوه من عنده تبدأ مناسك الحج والعمرة. فأنت لما تروح عمرة هتبدأ المناسك منين؟ امتى تلبس ملابس الاحرام ويحرم عليك بقى ان انت تخطب وان انت تحط طيب وان انت تلبس هدوم متخيطه وان انت تجامع، الحاجات دي تحرم عليك من امتى؟ من اول لما تاخد التاشيره، ولا من اول لما تنوي، ولا من اول لما تركب الطياره، ولا من اول فين؟ من اول فين يا عم الشيخ؟ من اول الميقات. بس يبقى المواقيت دي اللي هتبدا من عندها المحظورات بتاعت الاحرام، تبدا الاحرام من عندها.
ايه بقى هو الحل ده؟ يعني ايه الحل؟ قلت له ايه؟ الاماكن اللي هم بيوحد فيها الحاجات المحظوره في الحرام، الحل والحرام، هو ادنى الحل اللي هو بدايه الميقات او قبل من بدايه الميقات. اجابه غلط بنسبه 100%. أنا أظن أنت فاهم بس بتعبر غلط. أنت كلامك يقول إن أنت فاهم بس إيه العبارات ملخبطة معاك. اتفضل يا شيخ. غلط ماشيين. اتفضل. إيه الفرق بين الحل والحرام؟ هو أكيد بدل الحل يبقى مش حرام. هيبدأ من الآخر حرام. إيه الفرق بين الحل والحرام؟ مكة ربنا سبحانه وتعالى في أجزاء ربنا جعلها بلد حرام، مكة والمدينة. يعني إيه بلد حرام؟ يعني أي واحد دخل فيها في البلد الحرام ديت سواء كان محرم أو غير محرم، هيحج ويعتمر أو رايح يشتغل، يحرم ان هو ينفر صيدها، يحرم ان انت تصطاد منها، ويحرم ان انت تجني خلاءها، ان انت تلم الاعشاب تقطع الاعشاب اللي فيها، ولا تعضد شجرها، ولا تلتقط لقطتها، تلاقي حاجة في الارض ما تاخدهاش، ولا يجوز فيها قتال ولا حرب إلا لحرمة من حرمات الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تضاعف فيها السيئات وتضاعف فيها الحسنات، وتجعل إرادة الذنب ذنب. هي إرادة الذنب خارج الحرم ليست ذنبا، من هم بسيئة ولم يعملها يا إما كتبت له حسنة إذا كان لم يعملها لله، أو لم تكتب عليه شيء إذا كان تركها لغير الله. لكن المهم إن هو في أي من الأحوال إرادة الذنب ليست ذنبا. في الحرم في الأماكن المحرمة ديت إرادة الذنب ذنب. أنت واحد مضايقك فقلت والله أنا أروح أعمل معاه مشكلة، أردت ذنب كده، كده بقى ذنب. لو انت بره واحد قلت والله راح معاه مشكله بدل ما رحتش عملت معاه المشكله كده مش مذنب. لا ده لو نطق ذنب بتكلم على الاراده، ده واحد بيقول في قلبه. ده لو لا مش ملايكه، يجب عليه ان هو يلتزم باداب الحرم، اللي مش قد الحاجه ما يقعدش فيها. هو زي ما هو هتضاعف للسيئات هتضاعف للحسنات. ما احنا بنقول بيضاعف فيها السيئات والحسنات. هي مش في الاشهر الحرم؟ هي الاشهر الحرم دي ليه سميت الاشهر الحرم؟ بس يضاعف فيها السيئات يضاعف فيها الحسنات. يعني انت في رجب لما بتعمل ذنب اشد عند ربنا سبحانه وتعالى من ان انت تعمله في شعبان. ده شهر حرام منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هو ظلم النفس محرم في أي وقت، لكن في الأشهر الحرم الأربعة دول أشد حرمة. الواحد يعمل إيه بقى في الأشهر الحرم دي؟ يروح يموت بقى ولا إيه؟ يبقى ملاك برضه في الأشهر الحرم دول؟ بس أنا بتكلم على إن هو هم بيتكلم عليه ده إرادة. هي دي مش صعب خلاص، محدش قال له يهم بالذنب. الحل والحرم ده النبي صلى الله عليه وسلم مكة سيدنا إبراهيم عليه السلام هو اللي حدد الحدود بتاعتها، حدد حدود الحرم. زمان كانت حدود الحرم دي مكة وحتة براها، يعني كانت مكة هي البلد الحرام وبرها بشوية كمان ده البلد الحرام.
النهارده بقت مكة كلها هي الحرم، مكة كلها هي الحرم، المدينة بقت أوسع من الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه حرم المدينة كلها، في زمان سيدنا إبراهيم حرم مكة، في أيام النبي مكة اللي حرمها إبراهيم كانت أصغر من مكة اللي موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك حدود الحرم لو ضحى سيدنا إبراهيم كانت واخدة مكة وبره مكة كمان. مع التوسعات النهاردة المدينة الموجودة واخدة الحرم كله. في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم حدد الحدود على حسب المدينة كانت موجودة، فقال ما بين لبتيها وحرتيها، ماشي، اللابتين او اللابتين ديت ارض حصاه، الحره ده ارض صحراء فيها جبال مرتفعه، وفي حديث ما بين جبليها ولابتيها. ارض حصاه دي اللابه او اللابه، المهم ديت حدود الحرم. اللي بيحرم اذا كان من اهل مكة، احنا عندنا كم حرم دلوقتي؟ خمس، خمسة؟ مش مواقيت حرم، عندنا كم حرم؟ حرم في الحرمين مكة والمدينة. في المدينة اللي عايز يحرم من المدينة يعمل ايه؟ يطلع لأدنى الحل، مش كده؟ في المدينة يطلع لأدنى الحل ولا يروح فين؟ المقاد بتاعها مش مدينة ليها مقاد؟ أمال مين اللي هيطلع لأدنى الحل؟ اللي عايش في الحرم المدى المكي، اللي عايش في الحرم المكي ده لما يحب يحرم بالعمرة هيطلع لإيه؟ لأدنى الحل على قول، وعلى قول إنه لأ ده لازم يطلع لأقرب مقاد، شوف أقرب مقاد ليه ويطلع ليه. الحل اللي هو بره حدود الحرم، ايه حدود الحرم دي؟ النهارده الحرم هو مكة، يطلع بره مكة اللي هي النهارده مدينة التنعيم، دي أدنى الحل. فبيقول كده احنا عندنا كده كام نقاط دلوقتي؟ لسه خمسة. قلنا اللي هم في بيت الشعر دول خمسة. أهل مكة هيحرموا لو حج، هيحرموا منين؟ من منازلهم. لو مع عمرة هيحرموا منين؟ من أدنى الحل على قول، في قول هم أقرب نقاط، فالقول بتاع أدنى الحل يبقى إحنا كده عندنا كام نقاط؟ خمسة واتنين سبعة. خمسة أهل اللي دون الميقات، اللي دون الميقات دول لهم نقاطين، الحج لهم نقاط اللي هو بيوتهم، والعمرة لهم نقاط اللي هو أدنى الحل. خلاص. هو ده في الحل، مش محتاج انه يروح ادنى الحل من مكانه. في العمرة هيحرم من عند ادنى الحل، مش هيحرم من بيته. خلاص دول كم نقاط؟ سبع نقاط. الاجماع منهم على كم نقاط بقى؟ اللي هم ايه؟ اللي هم ايه؟ غلط. الحديث مكتوب تحت في الهامش اللي هم اربع مواقيت، ذات عرق اللي هو ميقات اهل العراق ده فيه خلاف، والميقات في العمره اللي هو ادنى الحل لسه قايلين فيه خلاف. يبقى هو الاجماع على المدينة يا لملم، ذي الحليفة، اليمن قصدي يا لملم، المدينة ذي الحليفة، الجحفة الشام، قرن المنازل ده نجد، ومن كان دون الميقات أو من أهل مكة فميقاته من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من بيوتهم.
دول خمس مواقيت مجمع عليهم. في خلاف في ميقاتين، الميقات الاول اللي هو ذات عرق اللي هو ميقات اهل العراق، وخلاف في ادنى الحل. واجمعوا على ان من احرم قبل الميقات انه محرم. يعني ايه احرم قبل الميقات؟ قبل الميقات من ناحية مكة يعني، ولا من ناحية بلده؟ من ناحية بلده. هو السنة ان الانسان يحرم ايه؟ من الميقات. السنة الانسان يحرم منين؟ من الميقات. فرق بين الاحرام وبين لبس ملابس الاحرام. فرق ان انا البس البشاكير ده مش احرام. الاحرام ان انا البس البشاكير ديت، اتجرد المخيط واقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمره. خلاص يعني في اللي بيسافروا بالطياره وهم مسافرين بالطياره، لو مسافر على مكه على طول بيعدي على الميقات وهو فين؟ في الطياره. وهو في الطياره ما بيلحقش ان هو يحرم. هو في الطياره بيقول له دلوقتي احنا هنعدي على مدينة كذا، احنا قدامنا 10 دقايق نبقى في الميقات. مثلا لو هما 200 300 واحد في الطيارة، على ما كل واحد يقوم ويخش الحمام ويلبس ملابس الاحرام كده يكونوا راجعين خلاص، يكونوا خلصوا العمرة وراجعين. فالناس بتعمل ايه؟ بيلبسوا ملابس الاحرام بره الطيارة، او بيلبسوا ملابس الاحرام في بيوتهم ويروح يركب طيارة بلبس الاحرام، بس بيبقى النية بتاعت الإحرام لسه ما عقدهاش، دي كده لابسها كأنه لابس هدوم عادية. إمتى بيحرم؟ لما الطيار يقول لهم دلوقتي هنمر على الميقات، ساعتها يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا. فيقول أجمعوا أن من أحرم قبل الميقات، واحد بقى نور فقال لك أنا أحرم من المطار وخلاص. ده أحيانا الناس كانوا بيعملوها تدين، زمان كانوا بيسافروا بالجمال. فمثلا عشان تحرم من مصر هنا على ما توصل للميقات، قدامك من مصر للميقات حوالي مثلا 3 أسابيع ولا حاجة وأنت ماشي بالجمل. فواحد بقى عايز يعني إيه يتعبد أكتر لربنا، فيشق على نفسه يلبس ملابس الإحرام من هنا. طبعا طبعا ما أحرم ما يجوزلوش إن هو يتطيب، ما يجوزلوش إن هو يقص ظهره، ما يجوزلوش إن هو يحلق شعره، ما يجوزلوش إن هو يصطاد صيدا، ما يجوزلوش إن هو يقتل شيء ما لم يكن مؤذيا، ما يجوزلوش حاجه من ديت خالص. فيقعد ما يجوزلوش ان هو يقرب من زوجه، ما يجوزلوش مجرد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث اللي هو كل ما كان سببا للجماع، ما ينفعش ان هو يكلمها كلمه حلوه، ما ينفعش ان هو ان هي يعني انت ما ينفعش ان هي يعني تخضع له بالقول كده، يعني خلاص بقى يعني الدنيا بتقفل معاه خالص يعني. فده بيبقى شقة شديدة جدا على نفسه. بيقول اجمع على ان من احرم قبل الميقات انه محرم، لكن فاته الافضل، فاته الخير. واجمع على ان الاحرام جائز بغير اغتسال. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الأصل فيها الوجوب. هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها إيه؟ النبي لما يعمل حاجة دي يبقى حكمها إيه؟ واجب ولا مستحب ولا حرام ولا مكروه ولا إيه؟ الأصل في أفعال النبي إن هي مستحبة. النبي فعل كذا يبقى يستحب الإنسان أن يفعل كذا. ما لم تأتي قرينة تصرفه للوجوب أو للكراهة أو للتحريم أو للإباحة. وممكن النبي يعمل حاجة مكروهة أو حاجة محرمة. ممكن النبي يعمل حاجة مكروهة أو حاجة محرمة. يعمل حرام على سبيل التعليم؟ مكروه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع المكروه على سبيل التعليم، وفي اللحظه دي تبقى في حق النبي ليس مكروها. ماشي،
زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن أن يشرب من في السقاء، تشربش من بق الإزازة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم هانئ فشرب من في شن معلق على حائط، أخذ قربة موجودة على الحائط مسك البق بتاعها وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. عمل كده ليه؟ علشان يبين للأمة الجواز. أنا قلت لكم ما تشربوش من في السقاء، بس مش بقول لكم إن حرام، بقول لكم إن ده خلاف الأحسن. طيب المحرم ممكن يوصل لما يعمل حاجة محرمة، ممكن يعمل حاجة تكون في حقنا احنا محرمة لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم مش محرمة، زي ايه؟ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، اشهرها الزواج، جواز الزواج باكثر من 4. حد يقول لنا حاجة تانية غير الزواج باكثر من 4 كده؟ رفع السيف فوق الركبة؟ لا، ده مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، دي عورة في حق النبي وفي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنقول هي مخففة في حق الأقارب. أيوة، الوصال في الصيام، إن هو يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يواصل الصوم. حاجة ثالثة، ايه؟ لا، بنقول حاجة حرام تبقى حرام في حقنا. ما واحد اوصى مثلا بكل مال مش حرام، والنبي ملوش انه يوصي بكل مال، النبي ملوش في مال وحاجة خالص. صح، استقبال القبلة في البول والغائط. حاجة كمان، ها يا رجالة، حد يقول واحدة كمان؟ الصدقة. الصدقة؟ ايه الصدقة؟ انه بيعمل حاجة تبقى بالنسبة له حلال بالنسبة له حرام، دي العكس. لا لا، مفيش أي حاجة. عدم العدل بين زوجاته في المبيت، انت بالنسبة لك لا يجوز لك ان انت لما متجوز اتنين لازم تبيت عند دي ليلة وعند دي ليلة، مش كده؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكن ده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ربنا أباحه له، لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته لأزواجه. أقول له ترجي من تشاء، تأخر من تشاء، أنت لك ليلة أديها لك الشهر كمان 10 شهور ولا حاجة، وتوي إليك من تشاء، أنت لسه الليلة بتاعتك كمان 10 ليالي ولا حاجة، لا تعالي أنت أبيت عندك النهار. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. بعد ما واحدة تعزلها ترجع تقول لا تعالي تبيت معها فلا جناح عليك، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حاجة كمان، كفاية عليكم كده. ايوه اتفضل، جزاكم الله خيرا. صح، جواز التزوج بغير ولي، يتجوز الواحدة بغير ولي واختها، جواز التزويج بغير ولي، النبي يجوز اي واحدة من نساء المسلمين ويتجوز اي واحدة من نساء المسلمين. يجوز اي واحدة، انت فلانة. ايوه، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. واحده يقول لها انا عايز اتجوزك،
ابوها موافق امها موافقه مش موافقين، موافقتهم ما تسويش حاجه. لا لو هي مش موافقه لا، لا الا ان يكون امر من ربنا سبحانه وتعالى. وبقول اجمع لان الاحرام جائز بغير اغتسال. مين اللي دخلنا في الحدوته دي؟ بنقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لاحرامه. الاصل في افعال النبي ان هي الايه؟ للاستحباب. الا في حاجتين افعال النبي فيها الوجوب، اي حاجه النبي يعملها تبقى واجبه. ايه الحاجتين دول؟ الحج النسك اللي هو الحج ممكن يسمى نسك، و ايه؟ الصلاه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، والحج لقوله خذوا عني مناسككم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. هل الغسل ده واجب ولا مستحب؟ هنا بيقول اجماع على ان الاحرام جائز بغير اغتسال. هو الاجماع اللي مش الاحرام جائز، اجماع ان الاحرام صحيح بغير اغتسال. عايز يقول جائز هنا يعني معناها ايه؟ مش باطل. والا فوجوب الاغتسال مروي عن الحسن وعطاء وقال به جماعه من الظاهريه، قالوا ان غسل الاحرام واجب. فمعنى ان هو واجب يعني معناها من احرم بغير اغتسال ان هو ايه؟ آثم مذنب. خلاص معناها انه بيقولوا ان هو مذنب، لكن هم مجمعين ان الاحرام بتاعه جائز بمعنى صحيح، يعني مجمعين الاحرام بتاعه مش ايه؟ مش باطل، ليس باطلا، ده اللي عليه الاجماع. طيب هو آثم ولا لا؟ بيقول اجمعوا على ان اللي هو الاجماع اللي بعديه على ان الاغتسال للاحرام غير واجب. اجمعوا ان الغسل ده مش واجب، ده مستحب. وانفرد الحسن وعطاء. انفرد الحسن بصري وعطاء، وده يجعل الاجماع ده ايه؟ ده ما يخصصوش، ده ظني، ده اتنين بس اللي خلفه. الساعة كام؟ 12 وربع؟ فاضل ربع ساعة؟ ليه احنا بادئين الساعة كام؟ إن شاء الله فاضل بإذن الله. لكن فيعرف كده. احنا كنا بنقول آخر حاجة إيه؟ بنقول إن هو انفرد الحسن وعطاء، بنقول ورواية عن الظاهرية. إن الظاهرية عندهم إن ده مش إجماع. الظاهرية بيقولوا إن لو خالف واحد في الإجماع يبقى مش إجماع. ده عندهم اتنين مخالفين، وعندهم ان الامر الوجوب زي ما هو عند الجمهور. فقال لك يبقى اذا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم في للاحرام يدل على وجوبه. الصحيح ان الاجماع منعقد، ومخالفة الحسن وعطاء لا تقدح في الاجماع، لكن خلاف هنا خلاف سائغ. نكتفي بهذا القدر. انتوا كده خدتوا 140 اجماع، انتوا كده معاكم 140 مسألة لم يختلف فيها العلماء، او على الاقل عارفين اختلاف العلماء فيها. انتوا كده المفروض يعني ايه تتيهوا فخرا، يعني 140 مسألة تجمع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.